وزي ما حضرتك يعني ذكرت كده، وكأن ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في القرآن أراد منا أن يكون فعلا لبناء المجتمع من التعاون أثر. فالتعاون في القرآن، التعاون في القرآن نجد فيه في أكثر من موضع، نعم، يحثنا الله عز وجل على هذه الفضيلة. نعم. ومن هذه الآيات بل هي العمدة في الموضوع قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. أي شيء فيه خير لابد للإنسان أن يتعاون مع أخيه، لأن المسلم كما قلت لا يحتاج من أخيه إلا النصح، فوحده لن يصل، وحدك لن تصل. يعيش الإنسان أعزل عن المجتمع لا ينجح أبدا، بل عليه أن يتكاتف مع أخيه. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن الكريم لما يقول تعاونوا على البر كل خصال الخير، نعم، تعاونوا على كل خصال الخير التي ترضي ربنا تبارك وتعالى، نعم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا منع عن التعاون بقى. نعم. الأولى فيها أمر بالتعاون، فيها نهي عن التعاون. التعاون المذموم، التعاون المطلوب هو البر على أمور الخير جميعا، نعم، التعاون في أمور الخير. والآية التي فيها أو المقطع الثاني من الآية، الشطر الآخر من الآية، فيه أيضا أمر من الله تبارك وتعالى بأن ينهانا على عن التعاون في أمور الشر. ليه؟ نعم. لأنها مداخل الشيطان وسبله. أيا كان هذه الأنواع، طالما أنها تؤذي بالعبد أو طالما أنها فيها مداخل للشيطان فلا بد أن يعلم أنها تؤذي به إلى الهلاك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يعني هنا فضل الشيخ محمد، ممكن الشيطان يلبث على الإنسان ويريه بعض أعمال الشر في إطار التعاون ويسمح له بأن يعني يدخل فيها، فعشان كده جت كلمة ولا تعاونوا، يعني فيها، نعم، في تعاونوا لكن في، نعم، ما هو الإنسان بيبقى عارف إذا كان ده صح ولا غلط، نعم، فإن ربنا ينهانا بس يحطها في يعني صورة أو صيغة التعاون بيبقى تلبيث من الشيطان، عشان كده في نهي من ربنا عن هذا الموضوع. نعم. يعني الشيطان له صور في وساوسه يزين للإنسان المعصية، فإذا وقف الإنسان مع نفسه واستفتى قلبه في الأمر قبل أن يقدم عليه فيعلم أن قلبه لن يأمره إلا بما يعود عليه بالنفع، كما قيل استفت قلبك ولو أفتاك الناس كلهم. فالشيطان يوسوس للإنسان فما عليه إلا أن يستعن بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.